استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في قصر الصفرية هذا اليوم وفدا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة السيناتور السيدة جاكي روسن والسيناتور جيمس لانكفورد عضوي الكونغرس الأمريكي بمناسبة زيارتهم للبلاد. ورحب حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه برئيس وأعضاء الوفد الزائر واستعرض معهم العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين، وأكد جلالته اعتزازه بما يربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات استراتيجية وشراكة قوية وما تميزت به منذ عقود طويلة من ثقة واحترام متبادل وتعاون وتنسيق وثيق في جميع المجالات، معربا جلالته عن تطلع المملكة لاستمرار تعزيز هذه العلاقات المتميزة وتطويرها على كافة الأصعدة مع الولايات المتحدة كأصدقاء وحلفاء. كما أكد جلالته أهمية مثل هذه الزيارات التي تسهم في تقوية علاقة الصداقة والتعاون بين البلدين وتبادل الآراء تجاه مختلف التحديات التي تواجه المنطقة، ونوه جلالته بالدور المحوري الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في إحلال السلام والأمن والاستقرار وتعزيز السلم العالمي، مشيدا بالجهود الفاعلة لدول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات وفي تأمين حماية الملاحة الدولية وإمدادات النفط والتجارة العالمية، مؤكدا حرص المملكة على دعم هذه الجهود وتعزيزها. من جانبهم أعرب وفد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة على جهود جلالته وحرصه الدائم على تطوير وترسيخ العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الصديقين، معربين عن اعتزازهم بالشراكة الوثيقة بين البلدين الصديقين. كما أشاد الوفد الضيف الزائر بالدور الحيوي الذي تطلع به مملكة البحرين ومواقفها الداعمة لمساعي إحلال السلام والأمن والاستقرار.